صباح الخيرات عن جديد. رح نبدا باولى فقرات حلقتنا لليوم. طبعا عم تختلف موضه الازياء والفاشن من سنه لسنه، سواء كانت بالالوان او القصات او حتى بنوع القماشه، وطبعا هذا الموضوع هو من ابرز اهتمامات الصبايا، لهيك اليوم رح نتعرف سوا على اخر صيحات الموضه وطريقه تنسيق الالوان مع مصممه الازياء اللي صارت معنا بالاستوديو لارا صباغ. صباح الخير لارا، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. طبعا عم نحكي عن الموضه، بكل سنه بنلاقي فيه لون تلاقيه هو ترند وداخل بكل شيء، فساتين، بناطلين، قمصان، جواكيت، شوزات، اكسسوارات، وحتى كمان اذا فينا نقول الجزادين. رح نحكي اليوم نحن وياكي ونخبر كل الصبايا اللي عم يتابعونا شو هي اهم الالوان الدارجه لهذا الصيف، شو اللي شيء عن السنه الماضيه تراجع. هلا اول شيء في لون اسمه فيري بيري، هذا اللون هو لون بين الموف والازرق. هذا اللون حدثته الشركه العالميه للالوان بانتون. هلا هذا اللون ما انا بس للازياء، يعني هو ممكن يدخل ديكور، ممكن يدخل مفروشات، ستائر، هو هذا اللون عالمي. اما اذا بدنا نجي بس للازياء مخصوص، فاكثر شيء السنه هو الالوان الجريئه، يعني فوشيا، اورانج، اخضر اكثر شيء طبعا، والابيض اكيد. هلا اول شيء في شيء اسمه كولر بلوكينج، هذا الشيء هو نسق الوان جريئه مع بعضها تمام. هلا هذا الشيء ما بصير بشكل عشوائي، بصير عن طريق شغله اسمها الدائره اللونيه. هلا هي الدائره ممكن نختار منها الالوان، هي فيها كل الالوان، لنقدر نعمل كولر بلوكينج بطريقه صح. تمام. هلا مثلا كل لونين متقابلين مع بعض، فهنا اللونين بيزبطوا انه يكونوا سوا باوتفيت واحد. كل لونين متجاورين يعني جنب بعضهم، كمان بيزبطوا انه يكونوا سوا باوتفيت واحد. او عن طريق المثلث، بترسمي مثلث بالدائره اللونيه بصير عندك ثلاث الوان، بتقدر كمان تحطيهم باوتفيت واحد، يعني مثل الفوشيا مع الاورنج، مثل الاخضر مع الموف، وكذا لون مع بعضهم بتقدري تنسقيهم، بس مو بطريقه عشوائيه. تمام. طيب لارا، هي الدائره موجوده من زمان طبعا، بس نحن ما كنا نقدر نتخيل انه مثلا انا بقدر انه البس قطعه فوشيا داخلها اورانج، يعني بس هلا عم نشوفها وعم نحبها حتى، يعني مو بس عم نشوفها. فانه شو هذا التغيير يلي صار؟ هو يعني دائما كمان هلا من زمان كان في هيك الوان جريئه، فدائما بيصير عندنا شيء اسمه ريترو، نرجع لقبل ناخذ الموضه من السنوات القديمه، نرجع من الوان الباستيل هي اللي كانت دارجه بالسنوات اللي قبل، اما هلا لا، كل شيء ضايجه وجريئه اكثر. هلا كمان لسه عندنا اللون الابيض، يعني اللون الابيض هي السنه بالصيف كثير كثير، ما انت لابسه كمان لا شفتك لابسه ابيض قلت اكيد رح تحكي عن اللون الابيض. خصوصي السوت، يعني هي السنه الوايت سوت كثير كثير ان بالترند. حلو. ومو ضروري يكون رسمي، يعني حتى السوت اللي بيكون قمايشهم مانا رسميه او قصاتهم مانا رسميه، يعني حتى مو بس الابيض، كمان السوت لون واحد من فوق لتحت، انه تكون البنت لابسه لون واحد. تمام. هذا الشيء كثير ترند هي السنه. تمام. هي طبعا كل صبيه ممكن تختار الشيء اللي بيناسبها. طبعا نحن عم نشوف نحن وياكي والمشاهدين لارا الابيض، الموف الفاتح اللي مرق معنا، عم نشوف كمان موضه الفساتين اللي كثير طويله. صح. اللي فلو، القصات القديمه اللي مزركشه اللي ممكن مورده، عم نشوفها كثير دارجه ان كان للسبور او حتى للمحجبات. وعم نشوف الريش كمان اللي داخل ضمن الفساتين، مو بس انه شيء لازم يكون رسمي، لا ممكن يكون شيء كاجوال عادي لكل يوم. صح. تماما. خبرينا اكثر عن التصاميم الموجوده لهي السنه اكثر، ونخبر المشاهدين اللي عم يحضرونا كمان. هلا هي السنه رجع الفساتين كثير بالصيف، السوتس، تنانير القصيره كثير كمان هي ترند هي السنه، والستان، كل شيء قمصان ساتان، تقومه كامله ساتان، يعني حتى عم نشوف فساتين السهره الساتان طبعا، بين الاورانج، الاخضر، فوشيا، الابيض، هي السنه كثير رجع الساتان. تمام. واكثر شيء هدول هن القصات تبعت الفساتين، السوتس، البليزرز، بدنا نكتر كثير معناتها، نكتر من هي الالوان اكثر شيء، بس خاف السنه الجايه بقى تروح موضتهم يجي شيء جديد، بقى نقول شو بدنا نعمل فيهم، نرجع نغير. يلا بتصير الواحد بغير بقطعه من، يعني ببدل بينات بعض، بلكي بتزبط هيك بتعملي ميكس مختلف. طيب خلينا نحكي شوي بصوره من الصور يلي طلعوا معنا، في صوره عبايه ولابسه صبيه تحت الجينز. العبايه كنا متعودين عليها انه بشهر رمضان المبارك، يعني طقس من طقوس رمضان، لكن هلا لا، عم نلاقي الصبايا انه عندها سهره
فهي بتلبس عندها يمكن عشاء، عرس، يمكن غدا نسوان، بتلاقيها هي لبست عبايه. هذا الشيء فعليا هو موضه، هو دارج. ايه هلا انا حسيت شو، انا كل موسم رمضاني بعمل كولكشن عبايات كبيره، يعني بتناسب اللي بده يلبسها برمضان مثلا لجامع، بتناسب اللي بده يلبسها لسحور، بتناسب اللي بده يلبسها لفطور. يعني ممكن تكون عبايه فورمال بس تنلبس المسا هيك مع ريش مع شيك، ممكن لا عبايه سمبل بس تفتح فوق بيجامه رياضه تمام تنلبس وينطلع فيها. فلا هلا رجعت العبايات يعني لكل شيء، سحور فطور خصوصي برمضان، او ممكن فوق فساتين السهره فوق هالقصص. فكمان رجعنا نهتم بهالقصص كولكشن العبايات كل رمضان. ممكن يكون داخل مو بس نحن نعتبره لشهر رمضان. طيب رح ننتقل هلا، قرب العيد يعني اسبوع وبيفصلنا عن العيد، فكمان الصبايا الستات محتارين شو الاشياء لازم يجيبوها، شو الاشياء لازم يلبسوها، هل لازم نلبس هاي الالوان؟ لا عادي، لا خليها لسهره، لا هذا الشيء ترند عادي ما في مشكله، بيلبق لي او ما بيلبق لي هذا اللون؟ خلينا نحكي اكثر عن هاي التفاصيل. لا طبعا كل حدا بيلبق له شيء، ما في الواحد ياخذ كل الترند ويلبسه، كل واحد ياخذ شيء اللي بيناسب جسمه، اللي بيناسب بشرته، اللي بيناسب شخصيته حتى. بس هلا انا كعيد عملت وايت كولكشن، كلها وايت. يعني في عندي قطع ملونه بس للعيد عملت وايت كولكشن، بضل لون هادي ورايق وبناسب كل الاذواق. واذا اخذته فهو انا بلبسه باي وقت بدي اياه، مو بس لانه هلا دارج يعني الأبيض. فساتين كمان مثل ما قلت لك، سوت، كل شيء هي السنه مختلف. والريش طبعا الريش داخل فيهم كلهم، ان كان بالعبايات ولا ان كان بالكولكشن تبع هلا العيد. مثل الشيء اللي انت لابستي، يعني يعني عم يسمعنا نقول ريش بيقول اف انه دوت شو عم بيحكوا، لا لا ريش ممكن يكون كثير ناعم مثل على طرف الكم مثل ملابسه يا لارا. طيب خلينا نحكي على فكره الابيض، يعني باول حلقه كنت عم تقولي لي الابيض دارج، كمان يلي سمعنا بيقول انه الابيض بده صبيه سمراء لحتى ما تبين كثير بياض يعني فوق لتحت، ممكن هذا الشيء يلبق للصبيه البيضاء كمان بدون ما تغمق الميك اب او تعمل برونزر؟ طبعا بيلبق. هلا اكيد هو اللي بيلبق للصبيه السمراء اكثر، بس لا هو بيلبق للكل، كل وحده بس حسب كيف بدها تلبسه، ممكن تدخل له لون ثاني معه، ممكن تكسره بلون تكسر البياض ثاني. ايه تماما، حسب كيف يعني بتلاقي حالة فيه مناسب أكثر. تمام. لارا أكيد نحن بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا لليوم، على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. تسلمي، ينعاد عليك يا رب صحة وسلامة. أهلا وسهلا، شكرا كثير لك، يسعد صباحك.